السبب تفضلي. الأساسي اللي ظهر في هذا القانون هو ظهور عدد كبير جدا من الأطفال غير الشرعيين في وسط اللي هم المراهقين. يعني السبب اللي ظهر فيه أصلا القانون لم يكن لتزويج الفتيات من نفس كبار في السن، وإنما بسبب أن ماليزيا أصلا بلد سياحي، وبالتالي الاختلاط الكثير اللي هو أعراق مختلفة وجنسيات مختلفة كبلد سياحي، ثقافات مختلفة، فبدأت تزداد نسب ومعدلات اللي هو الأطفال غير الشرعيين في ماليزيا. فوجدت ماليزيا في تلك الفترة اللي ظهر فيها هذا القانون أن أسلم شيء من إحنا نجد أو من إن هم يجدوا كميات كبيرة من الأطفال المتوسطة في القمامة، الأطفال اللي هم مستغنين عنهم أو اللي هم الحالات اللي هي فيها أطفال أو مواليد غير شرعيين، أن يسمحوا للمراهقين بالزواج ضمن مظلة اجتماعية فيها موافقة ولي الأمر، وفي نفس الوقت محاولة توعية مسبقة لذلك من قبل الحكومة والمعنيين في الحكومة لإفهام المراهق والمراهقة بأن يعني محاولات الصبر زي ما يقولوا يعني. لكن إذا كان تعثر ذلك فالدولة بتساعد هذين المراهقين في إتمام عملية الزواج المشروطة وتساعدهم حتى يعني، يعني هذا في إطار تقنين ظاهرة موجودة في المجتمع الماليزي تتعلق بطبيعة الانفتاح، لكن هل من حالات يتم فيها إجبار الفتيات على الزواج دون السن القانونية؟ هنا النقطة، إذا كان القانون ظهر لكي يعالج مشكلة ظهرت وتفاقمت في الدولة وخرجت عن السيطرة وأصبح ينتج عنها أطفال أيضا لهم حقوق كطفل جاء إلى الدنيا له حق، فكون استغلال جهات أخرى أو أطراف أخرى أو الفراغ لهذا القانون الذي جعل لتحقيق غاية إنسانية نبيلة بطريقة غير إيجابية، فهذا مش ذنب القانون.